عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما من منطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، ودائما من نفس الدوار دوار الصخر. هذه المرة غادي نعطيو الكلمة خصوصا للنساء باش يعاودوا لنا على المعاناة ديال المرأة داخل هذا الدوار. شدي يا شريف، شدي هذا وعاودي لنا شنو بغيتي، شنو الرسالة ديالك وكيفاش كتعيشي في هنايا؟ الرسالة ديالي كنوضح لكم وقلت انا ساكنين في الصقرة، احنا ولا كلشي هاد الناس اللي كاينين هنا، لا قضية الماء لا قضية السكنة، مكرفسين ما عندنا التيسيا، ما عندنا فين ولادنا حتى هما مكرفسين. انا دابا هاد البروتمات بغيناهم، دفعنا اسمو بغيناهم سنين عليهم، وإن ولدي حنا داك الشيء اللي كنشوف دابا ما عندناش اسمو، ما نقدرش نخلي ولادنا في الزقة. احنا عندنا ولادنا مكرفسين، احنا ولا جيراننا في قضية الماء، في كلشي قضية الماء ما عندناش فين اسمو، والناس كلشي احنا هذاك البورتمات بغيناهم، واخا يكون غير اللي كان بعد الله. يعني بغيتو تحولوا في اقرب وقت تحولوا؟ بغينا الوقت، ما واخا يجي غير غدا يقول لي تحولوا غنتحولوا. حنا ما كلشي راه حنا شحال من السنين اللي جا كيقول لنا كيفرحنا، وشويه كيرجع ما دارش حتى حاجه، كل يوم غدا هافتينا سيروا هذا سيروا هذا، وين ما كاين والو، ما عطينا حتى شي نتيجه. دابا كنطلب من المسؤولين ان شاء الله يخفوا معنا اسمو الرضا ديالهم بالقلوب ديالهم صحيحين. تنطلب ربي ينصر سيدنا، لا ينصر سيدنا، يا ينصر سيدنا. عيش الملك، عيش الملك. انا مريضه، انا مريضه غير على قضيه هنا، مريضه تنعالج المرض اللي صعيب، راه 15 عام 8 اسبوع ما كرفصه معذبه، ما قابلت غير الدواء، ما عندي لا غنمشي خصها اللي يمشي معايا، الا غنجي خصها اللي يجي مع التاكسي، ما كاين حتى حاجه ما كاين. المهم في القاهره، ساكنين في القاهره، احنا ولا كلشي الناس اللي ساكنين في الصخر. انا عندي غير بيت، بيت الكوزينه اللي عندي، ما عندي حتى فين ندور، ما عندي فين نحل الشرجم، جيت بحال قزب ديال الدجاج. بارك الله فيك يا ولدي، هذاك الشيء اللي غنقول، الله ينصر محمد السادس، الله يطول لي عمره دابا يحفظ الدريه ديالو. في الليل ما نقدروش نطلعوا، ما نقدرش، ما نقدرش نطلعوا. تفضلاش، تفضلاش. السلام عليكم، كنطلب انايا من هاد السلطات اللي كاينين في حد السوالم، وهما يعيدوا النظر في هذا الكريان هذا. لحقيتاش الانسان كاين شحال من عام وهو جالس هنايا، لا ما لا حتى شي حاجه. الماء انا كبرت في السكويله، يعني قبل ما تلوحني الظروف انا كبرت في السكويله، كاين الماء فافور، يعني كيكون في شي واحد اللي كيقابل هذيك العوينه باش الناس. حنا هنايا الماء كنشريوه، ما كاينش الماء فافور، يعني كيتخلص في البلاصه ديالو، ما كاين لا ما لا حتى شي حاجه. وجات الشتا كتمحنا، جا الصيف كيمحنا، يعني الشمس فوق روسنا، زعما واحد الحاله لا يرتلى، زعما لا حول ولا قوه بالله. وحنا من هاد الناس هادو اللي جداد، يعني ماشي جداد، راه 7 سنوات ولا 8 سنوات باش حنا ساكنين هنايا، والناس راهم اللي محصيين، راهم يعني جاوهم استدعاز شدوا، وحنايا ما شدينا حتى شي حاجه، ما دواو معانا ما حتى شي حاجه. كنطلبوا من السلطات انها يعيدوا النظر في هذا الشيء، واي واحد راه جا لهذا الكريان هذا وفي هذه الحاله هذه، الا راه مضرور ما عندوش باش لا يشري ولا يعطي شي تسبيق ولا شي حاجه، راه ما عندناش. وحنايا جالسين هنا ما عرفنا روسنا واش غنديو ولا ما نديرو، معنا حتى شي حاجه. الناس عطاوهم الوراق باش كيقولوا لهم سينيو فيهم وداك الشيء، ولكن حنا راه ما عندنا حتى شي حاجه، خلاونا هكاك، يعني ما ميتين ما حيين، وجالسين زعما في واحد الحاله لا حول ولا قوه بالله. وكنطلبوا من السلطات هما يعني تكون شي احصاء، حنا كنطلبوا من السلطات تكون شي احصاء، ماشي هذا الشيء غير 7 سنوات ولا 8 سنوات، راه ماشي قليله. يعني بنادم يجي يسكن في واحد الكاريير وفي واحد الحاله، يعني واحد الحاله راه ماشي ساهل باش غتسكن في هذه الحاله هذه، راه باينه من الصور ديالها، باينه من كلشي، المشاش فوق حتى الحاله حاله، الفيران داخلين، الغيس ما ملي كتجي الشتا ما تتقدش كاع تدوس. وليداتكم مكرفسين. الشاشه هذه راه اش نقول لك، راه لا حول ولا قوه الا بالله، لا خدمه لا حتى شي حاجه، ومكرفسين هنايا. وكنطلبوا من السلطات هما يديروا معنا شي حاجه، يعيدوا النظر في هذا الشيء، وتكون شي سميتو، وتكون شي احصاء. شريف هي النساء تهضر، هي النساء. وكنطلبوا من السلطات هما ضروري يديروا معنا شي حل ان شاء الله، وهذا الشيء هذا. فاطمه عطيها عطيها لهذ السيده، عطيها لهذ السيده. تفضلي اختي، تفضلي. السلام عليكم. تفضلي. كنشكر الشيخ سيدي من هذا الشيء. مرحبا لك. دابا كنا كنهضر غير على راسي، انا نهار اللي جيت لهنا قالوا لي شهرين وغادي تحولي، دابا مده 14 عام باش جيت. نفس المشكل اللي كنشوف.
كتوصل الشتا كنتكرفس كتعمر. راه باقا داك باقا شهرين ديالهم هما واقيلا هي شي 20 عام. ها انا جيت 2008 ولا مع 2000 شهرين ديالهم هي 20 عام وقيلا. يعني وتحصينا في 2010 وقال لك راه غتحولوا ذاك العام. شوف دابا غير من 2010 لهنا يعني دازت مده 11 عام دينا مسكين اللي كيطرج يطيب ملي كتوصل عندنا الشتا كتهول عند المسؤولين غير باش يجيو خولك الطواليط كتفيض عليك الطواليط وانت عندك دراري صغار يعني دراري اصلا مرضوا من ديك الناحيه. ملي كتبغى تهود عندهم كتقول لهم راه الطواليط عامره ليا كيقول لكم ما عندناش كاميو سيركونا الفلان سيركونا الفلان ما غادي يطلعوا كيطلع الكاميو كيطلع عند من بغى ولا ما كيطلعش اصلا من اصله ما كيطلعش 20 درهم الواحد ماشي مشكل كون غير يطلعوا يقضوا لك الواجب فهمتي يعني شحال من حاجه شرينا تكرفسات لينا شحال من حاجه يعني الامنيه ديالنا اننا نتحولوا ولادنا تكرفسوا اصلا النهار اللي جيت راجي قال لي راه شهرين وغادي نحولوكم درنا باش نتوانسوا صدقنا ولدنا ولادنا ورغم ذلك ما كاين حتى حاجه كتشري حاجه بالعشق كتضربها لك الطوبه الفيران المشاش يعني كتجي الشا القصير كيعرق لك الحوايج ديالك كيخزوا لك من هذا المنبر انا كنهضر ما يبقاش كل مره كيعطونا وعود خاويه وعود خاويه ما عندنا ما نديروا بها سيرينا الالتزامات ديالنا اللي بغى ينوض ينوض اي حقا ما عندناش ديك 6 مليون ماشي انا عندي 6 مليون انا ما عنديش منها حتى 10000 ريال ولكن راه مدبر وحكيم سمعتي مدبر وحكيم هذيك 6 مليون غادي ينقصوا علينا مرحبا من القناه مع البنكه ولا من القناه مع الدم ولا عايشين باش غنبقاو راه هذاك لا بغى بقعه ولا هذاك كل واحد غادي يهضر على راسه انا ملي كتعمر لي الطواليط حتى واحد ما كيجي عندي كيقول لي حفظه واش عمرك الطواليط انا ما عامراش كنبقى كنهز داك الشيء كندي البركاصه يعني كيجي واحد اخر كيجي واحد اخر كيقدر يدعي عليك ولا ما عرفتش شنو يدير المهم المهم نتحولوا الصلاه كلهم حددوا هو الطلب ديالي اللي كنطلب لاني تسخرت معنى الكلمه ما ندويش على المدرسه ولا شي حاجه بعيده عليا انا ندوي على الحياه اليوميه ديالي فهمتي على الحياه اليوميه وهاد القضيه ديال بالنسبه للناس اللي مكلفين بينا راه كنشوفوهم من 5 سنين لـ5 سنين حتى الانتخابات 5 سنين قال 3 شهور ما كنشوفوهمش كيجيو ايام الانتخابات نديروا لكم نديروا لكم ولكن من بعد ما كاين حتى حاجه الحاجه ما كاينه ابسط اشياء بغيناها ما حقوهاش لينا ابسط اشياء يعني كتعيط على طاكسي بغيت تحفرك كيقول لك لا سيري تقولها فلان ولا تقولها فلان المهم انا من هذا المنبر انا كنهضر على راسي ما كنهضرش على الساكنه اجمل انا كنهضر على راسي لان ديك الوعود يعني انا من 2010 وانا مسيني الوراء وزينه ثاني دابا 2021 سنين قال لك لا ما كاينش دابا امتى بغيت نعرف انا امتى درتي حال كاين راه حنا صافي كنعيشوا دابا الاكتئاب يعني ربما الانسان غيقدر يدير شي حاجه في راسه انا هادشي اللي نقول انا كنهضر على راسي ما كنهضر حتى على واحد سمعتي انا كنهضر على راسي يلاه خويا راه واخا حيت هذا العنوان دير فيه النساء عطيه الله يعاونكم جزيلا عطيه عطيه خويا تكلم هاد الناس ما كيبانوش الانتخابات كل واحد باغي يدبر على راسه كل باغي كل واحد باغي يبان غنجيك من الاخر اه ياك تفضل هاد بالنسبه للسخره راه 30 عام وهي عايشين في فقر عايشين في فقر واش كنهرب الفقر كنهرب الصين حنا ولادنا ما نقولش لك هما امتى كيبانوا انتخابات خصو يدير بلاصتو ويدبر على راسو وحنا راه ماشي صغار راه عندنا النيفو ديالنا قارين عارفين اش كاين كيفاش كيوصل هذا هو اللي بغيت نوصل شكرا بغيتي تكلم ميرسي زيد يا امي فاطمه زيد هاك يا امي فاطمه تفضلي السلام عليكم راه وليدات تبارك الله مجوجين كنطالبوا حنا السكن في هاد اقرب وقت راه حنا مكرفسين حنا شحال من عام وحنا هنا يقول لنا عطوكم القاعي عطوكم بورتمات بورتمات جاهزي كلشي خارج ليزينا الاوراق شي حاجه ما كاينه راه حنا معذبين حنا وليداتنا الله يجازيكم بخير راه حنا عينا بهاد القهره سنين هذا 50 عام ولا حنا وحنا هنا ما كاين حتى حاجه والو راه حنا نغلبوا الله وقفوا معنا وديروا معنا استهلاك راه حنا ما عندناش ما فعلناش راه كلشي الجمهور كله حنا حبابنا وكلشي حبابنا خوتنا وجيراننا وكلشي راه حتى واحد ما عنده راه كنا مقهورين ها وليداتنا ها كلشي راه مقهورين لا حنا ولا وليداتنا الله يجازيكم بخير عاش الملك مشاهدينا الكرام من قلب دوار خربي منطقة
حد سوالم ضواحي مدينه الدار البيضاء ساكنه كطالب من المسؤولين انهم يدخلوا على العجل من اجل ترحيلهم من هذا الحي الصفيحي اللي كيعانيوا فيه وكيعيشوا عيشه كيف كيقولوا عيشه مكرفصه. يتمنوا بان المسؤولين يشوفوا من حالهم ويحولوهم المنازل الجديده اللي وعدوهم بها هذه اكثر من 11 سنه. شكرا على تتبعكم هذا المباشر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.